السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة شوات ريحانة كمال نقدم لكم رغيف في الفرن بحشوة مالحة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. 100 غرام من دقيق القمح الفينو الأصفر، 200 غرام من طحين الفورس، القليل من صلصة حارة اختياري فقط، عند الماء الدافئ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من الزبدة، ملعقة متوسطة من السكر، ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات اللي هي البيكنج باودر ورشة ملح. نمزج الطحين، نضيف ليه صلصة حارة، ممكن تعوضوها بالقليل من الخردل، نضيف السكر، خميرة الحلويات اللي هي البيكنج باودر ورشة ملح، زيت الزيتون، ثم الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ. نمزج المكونات مع بعض، نضيف الماء تدريجيا، حتى كنحصل على عجين اللي كيكون رطب. نستمر في إضافة الماء حتى كنحصل على عجين اللي كيكون رطب. ضروري ما كيتسدلك مزيان. كما لاحظتوا كنضيف الماء تدريجيا شوية بشوية. كندلك العجين، كنقسمو الكريات اللي كتكون صغيرة لكم الاختيار في الحجم، كنغطيها بالبلاستيك وكنخليها ترتاح تقريبا 5 دقائق. كنحتاجو للتوريق، الزبدة اللي كتكون مذابة كنضيف ليها زيت المائدة. الحشوة فيها 150 غرام ديال اللحم المفروم، 2 حبات ديال الفلفلة خضراء مقطعة قطع صغيرة، عندنا بصلة كبيرة كتكون مشلطة رقيق، الملح، الفلفل الأسود والسكنجبير، صلصة حارة وزيت أو زبدة باش كنطيبو، والزعتر. نضيف الجبن المفروم للحشوة، كنخلط العناصر كلها مع بعض. ضروري الحشوة ما كتكون باردة. دهن مكان العمل بالقليل الزيت والزبدة المذابة، نورق الكرة الأولى، دائما كنستعين بالزيت والزبدة المذابة. العجين رائع، كيجو رغيف مورقين وهشاش ومقرمشين في نفس الوقت. ممكن تغيروا الحشوة، تضيفوا أشياء كتفضلوها. ناخذ مقدار ملعقة كبيرة من الحشوة، كنوضعها وسط الرغيفة، كنطوي لها الجوانب بحال الرغيفة العادية تماما. كنستمر بنفس الطريقة حتى كنتهي. أنا كل رغيفة غادي نلبسها رغيفة أخرى. إن شاء الله تجربوهم لأن وصفة كتستحق وسهلة.
دائما كنبسط بالزيت والزبدة المذابة. نوضع مقدار ملعقة كبيرة من الحشوة وسط الدائرة، كنطويها على ربعة، كنبسط الجوانب، ممكن تعملوهم رغيف من حجم كبير، انا فضلت نديرهم حجم صغير. نبسط بالزيت والزبدة المذابة، نوضع الحشوة، نبسط الجوانب، ناخذ رغيفة أخرى وغادي نبسطها بنفس الطريقة. دائما كندهن بالزيت والزبدة المذابة، تأكدوا بأن العجين ما كيجيش غليظ نهائيا، كيجي مقرمش مقرمش من الداخل، مقرمش وهشيش في نفس الوقت. كنبسطها وكنوضع وسطها الرغيفة الأولى المحشية، كنتبع نفس الطريقة كنطويها عليها. ممكن تشكلوهم أشياء أخرى بحال المحنشاس، بحال السيجار، البالمي اللي كيكون مالح، لكم الاختيار. إلى عجبكم الفيديو انضموا لقناتي وشاركوني التعليقات ديالكم وبارطاجي الفيديو. دائما كنورق بالزيت والزبدة، غادي نضع الرغيفة المحشية كنديرها بالوسط، كندهنها بالزيت والزبدة المذابة وكنطويها، كنستمر بهذه الطريقة حتى كنتهي الباقي الكريات. كرة أخرى يعني بنفس الطريقة، دائما كندهن بالزيت والزبدة المذابة، كنوضع الحشوة، كنطويها، كنبسط كرة أخرى وكنوضعها وسطها. الرغيف ما كيحتاجوش يخمروا حيت ما فيهمش خميرة الخبز، فيه غير خميرة الحلوى. يكفي أننا نخلوهم يرتاحوا وغير شوية، تقريبا 5 دقائق. غير هو العجين ضروري ما كيتسدلك مزيان باش كنقدروا اننا نخدمه.
كنطوي عليها، كنبسط الجوانب كنبدأ الرغيف في سقيحة الفرن اللي كندهنها بالقليل من الزيت والزبدة المذابة. كنبسط الرغيف يعني غير شوية ماشي بزاف، كنحتاج البيضة كنخفقها مع القليل من قطرات من الخل، كندهن وجه الرغيف، غادي ندخل من الفران اللي كيكون سخون من قبل. الرغيف بعد ما طابو كما كتلاحظوا اللون ديالهم رائع، محدهم سخان كنوضع على الوجه ديالهم الفرماج اللي كيكون محكوك، وكندخلهم الفرن يعني تقريبا 3 دقائق. الفرن كيكون مازال سخون حتى كيدوب هذاك الفرماج، وكنقدمهم بالصحة والراحة. ان شاء الله تجربوهم، هذا الشكل ديالهم.